نظمت سفارة السويد بالقاهرة بالتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي مؤتمرا وحلقات نقاشية رفيعة المستوى حول تطوير وتمويل قطاع الرعاية الصحية في مصر ودور القطاع الخاص في دعم إصلاحات القطاع الصحي. وجاء ذلك في إطار زيارة وفد سويدي ضم العديد من خبراء الرعاية الصحية الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مصر والسويد في القطاع الصحي، وتحديدا زيادة الاستثمار في القطاع الخاص في تطوير المستشفيات وإعادة هيكلتها وشركات الأدوية وغيرها من التوافقات في المجال الصحي. مجموعة كبيرة جدا جاية من السويد، والسويد دولة متقدمة جدا في الرعاية الصحية، وجايين ينظروا في ما وصلت له مصر في الخدمات الصحية وإزاي هم يكونوا جزء من هذا التطوير والتطور الكبير، وخصوصا في دعم القطاع الخاص اللي مصر بتتبناه خلال الفترة الماضية كخطة حكومة وتوجه كامل من القيادة السياسية بدفع الاستثمار للقطاع الخاص اللي يكون شريك حقيقي مع الدولة. نحن هنا مع الشركات الصحية السويدية والقطاع الصحي الحكومي في السويد، ونحن ننظر في فرص الاستثمار في القطاع الصحي في مصر، وتحديدا نحن مهتمون بتطوير المستشفيات وإعادة هيكلة نظام الصحة العامة في مصر، شيء هام جدا لشركات الاستثمار الصحية السويدية، وهي فرصة لاستكشاف الميزات الأخرى في مصر. وأعتقد أن هناك أشياء كثيرة نستطيع أن نشارك فيها، مثل تبادل الخبرات والنصح فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير المستشفيات وإدارتها.